أنا عندي سؤال، يعني لا يسيء البعض أنني وقفت هنا دفاعا عن الصوفية، إنما وقفت هنا يعني لدي سؤال فقط أريد التوضيح بين الاستدراج والكرامة. أنا سؤالي في بعض الشيوخ ربما يكون معه قوة سحرية جن، يعني ممكن بقول لك أسد قلب الموية عصير، دي الجن عنده بعض المقدرات ممكن يقلب الحاجة دي وبيجي المسكين من العوام ممكن يقول ده كرامة. فأنا داير توضيح من الشيخ الفرق بين الكرامة والاستدراج واستخدامات القوى السحرية، يعني الخدام وما الخدام، عشان ما الشيخ يصير لك حاجة وتقول ده يعني دي كرامة. أنا داير توضيح هنا هذا فقط ما أريد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا الأخ على هذا الكلام، ويعني إضافة لي هذا الكلام يا أخواننا في التفرقة بين الكرامة وشعبزة الشياطين. وأنا جاي أرجع دار أرجع المنبر للموضوع، ونحن لسه أصلا ما مرقنا من الموضوع، لكن ده جانب ودارين تاني نمشي لجانب تاني. فبرضو من الحاجات يا أخواننا الفوارق اللي بتعرف بها إنه دي كرامة ولا غير كرامة، شيخ محي الدين ذكر أمر مهم جدا اللي هو حال الإنسان. الشيخ الفوزان حفظه الله قال: فالكرامة سببها الطاعة والتقوى، والشعوذة سببها الشرك والكفر بالله. لما تلقى الشيخ طاير فوق السبب شنو يا أخوانا؟ الشرك، إنه يتقرب لشيطان، ضبح له عتود ولا دم مسفوح ولا كتب غرام بدم حيط، سببه شنو؟ الشرك والكفر. وأما الكرامة بتحصل للمسلم بسبب الطاعة، زي ما حصل لأسيد بن حدير معه صحابي تاني راجعين من الجامع بالليل من المسجد النبوي، فأضاء صوت كل واحد منهما نور عديل. وأنا جايك لمسألة مهمة جدا، دي بتكون مدخل للعلمانين برضو. انت قال علماني ما خاشي في الموضوع ده، أخونا الأستاذ محمد الحافظ ودرابكن ذكر لك نقاط عرفتها وأنا بجي بأكد عليها. فالسبب بتاع الكرامة بيختلف عن السبب بتاع شنو يا أخوانا؟ الشعبذة والسحر والشغل بتاع الصوفية. كذلك قالوا الكرامة تزيد بالقرآن والطاعة، وأما الشعبذة فإنها تقل وتضعف عند قراءة القرآن. واحد تلقاه شيخ كبير ويسوي، لما تجي تقرأ له قرآن بتلقى اللي بيسموها له كرامة شنو؟ ضعفت. شيخ أبو بكر بيوريك موقف مع ود المرين بتاع الهلالية، عنده عصايب سوبها الناس كده بيجي واقعين خش له جوا الحلقة. المهم نحن أديناك الإعلان وبعد شوية بيجيك التفاصيل عرفتها. فده السبب يا أخواننا، السبب وإنها بتزيد بشنو؟ بالطاعة دي الكرامة، وتنقص الشعب ده بشنو؟ بقراءة القرآن. عشان كده ممكن تقول لي دي كرامة ولما نقرأ عليها القرآن تطفش منك، ما ممكن يبقى دي كرامة عرفتها. وكذلك من الفروق ذكر الشيخ الفوزان إن أخواننا الكرامة تستعمل في طاعة الله، لأنه من تعريف الكرامة إنه يجريها الله عز وجل على يد ولي من أوليائه، إما إعزازا للدين أو بيانا لمنزلة هذا الولي وإكراما له. خلاص، فبيكون فيها نصرة للدين، زي ما حصل للصحابة رضي الله عنهم إنهم ماشيين في الغزو وقف بيناتهم نهر بينهم وبين الأعداء، فالصحابة قالوا بسم الله ركبوا البحر ومشوا قطعوا بغادي. كويس، ده موجود، دي من الكرامات وأمثلة كثيرة جدا. كذلك بالمقابل عندك الشعبذة والدجل بيستعان بها على شنو يا أخواننا؟ على معصية الله. واحد يقول لك أنا عندي كرامات، عشان شنو؟ عشان تخاف من الشيخ. بيقول إنه عنده كرامة يدي الجنة عشان يسوي شنو؟ نقط 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 عرفتها؟ فبيستعان بها على شنو؟ يستعان بها على المعصية. أما الكرامة بيستعان بها على شنو؟ على نصرة الدين أو إظهار كرامة الولي. دي نقطة مهمة جدا. برضو في تعريف الكرامة يا أخواننا، إنه الكرامة دي يا أخواننا هي أمر خارق للعادة، ما خارق للدين. يعني لما أنت تقول لي من الكرامات شرب المريسة، هل ده خارق للعادة؟ يعني لو جبت أي شيء في تينا ما بطقه، هل ده خارق للعادة؟ ده ما خارق، ده خارق لشنو؟
خارق للأدلة، مخالف للدين. عشان كده ما ممكن تجي انت تخالف الدين سميها لي كرامة، ده لعب من النازل. الموضوع بتاعنا وعلاقته بموضوع الغلو شنو؟ ان يا اخواننا اول حاجة الغلو اللي هو مجاوزة الحد الشرعي، ها زي ما بقول لك غلى القدر من ناحية لغة عربية عشان ما يجينا واحد يتفلسف ينجر لنا، عرفتها؟ فهو مجاوزة الحد الشرعي او مجاوزة الحد عموما، دي مسألة. الغلو ده يا اخواننا اول حاجة في الدين حرام وكبيرة من الكبائر. السبب الثاني كان الغلو في الدين سبب لطعن اعداء الدين في الدين من قديم الزمان. ربنا قال يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. العلمانية الدين اللي جاتوا قدامه شنو؟ الدين النصراني المحرف والدين اليهودي المحرف. طوالي قاموا عملوا شنو؟ هم ذاتهم غالين، قالوا ايوه ده الدين وصلنا لي كده، ما دايرين دين ذاته. عشان كده الشاعر قال ولا تغلو في شيء من الامر واقتصد، قال فكلا طرفي القصد ذميم، او كما قال يعني انت لو بقيت في افراط او بقيت في تفريط انت في غلو. والاعتدال ان تكون مع الحق لا ان تكون في النص، لانه ده مفهوم بتاع جبهجيه، وللاسف الشديد شربانين العلمانين الكيزان بعد يترعوا تب المفهوم ده قاموا سقوا للعلمانين عن طريق التوصيل، شربوهم معهم. انه يقول لك انت بتقول شنو؟ انا بقول اشتراكي، وانت راس مالي كده زح ولا يزح، اقف في النص كده انا معتدل. يا زلمه الموضوع ما كده، في ناس قايلين الموضوع كده، لا ده ما ده ما يهو، ده ما الاعتدال. فيبقى اخوان اليهود، اليهود غلوا في موضوع عيسى عليه السلام حتى رموا مريم عليها السلام بشنو؟ بالزنا والعياذ بالله. يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ربنا عز وجل حتى يبرئ مريم أمامهم أنطق عيسى عليه السلام في المهد. ما هو صح أنا شفت لي مرأة ولدت وما متزوجة. طيب انت مش يا يهودي صادق انك قدرت تتاكد من براءتها؟ ربنا نطق لك ولد ده عليه الصلاه والسلام، عيسى عليه السلام قال اني عبد الله في المهد. تاني ما بتصدق؟ ما بتصدق؟ والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام فعبدوه وجعلوه الها مع الله. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فعبد الله فيها رد على النصارى، قال قالوا عيسى عليه السلام رب، ورسوله فيه رد على اليهود، قال قالوا عيسى عليه السلام ما رسول. ده غلو. إذا فهمت الموضوع ده، جا الصوفية والأخوان المسلمين لما فارقوا المنهج الصحيح صاروا على طرف النقيض. الصوفية يجي يقولوا لك، الصوفية يجي يقولوا لك الولدة بيعمل أي حاجة ويتصرف في الكون ويسوي، وعملوا النصارى والنصارى عطلوا الدنيا، عرفت، وقدسوا البابوات لغاية ما وصلهم درجة الألوهية. في النهاية ده وصل إنه العلمانيين يقول لك ده ما دين، ما ممكن. يجيك الشيخ الختمي، الطريقة الختمية، الحزب الاتحاد الديمقراطي تابع له ولا صم، ومين ومين جماعة كتار، والناس لا بيتكلموا عن المتاجرة بالدين. الصادق المهدي والحزب الاتحاد الديمقراطي بيتكلموا عن المتاجرة بالدين، وهم سنة 85 في الانتخابات حزب الأمة نازل برنامج الصحوة الإسلامية، والاتحاد نازل ببرنامج الجمهورية الإسلامية. انت بتجي بتلعب على منو انت؟ ها يجيك الاتحادين نحن جينا بشورة أهلنا ولما حكمنا الناس راضين، ولا ضارينا ولا دبابة ولا تاجرنا باسم الدين. وإذا كان زولك أبو سبيف في العرضة بيقول للنسوان المبتصوت الحزب الاتحاد أنا شايفها في الطشد قبل البانتي وموانزاته، فهمت؟ خدتنا وطشد قدامه مالي وموية. انت زول عندك كاميرا مراقبة، خط الطشد قدامه ويجي يتكلم لك عن شنو؟ نحن قال ولا تاجرنا باسم الدين يا ولد. وديك الصادق المهدي يلعب بالدين. فده كل اخواننا الغلو ده مرق لنا العلمانيين بيجاي قالوا ما دارين الدين. جو بيجاي الاخوان المسلمين
شاف أوضاع الأمة والأمة في ضعف وهن، يا ريتهم لو كان اتبعوا منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الإصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد، كان في مشاكل قبلية، مشاكل اجتماعية، فقر كويس، حروبات طويلة جدا، مشاكل ما بتتحصر. أول حاجة بدأ لهم بالتوحيد. ها يا أخي، شاكلوا في فرس، ها حصاني سبق حصانك 40 سنة مشاكل، لا قداك في المحلة دي كتلوا. سبب شنو؟ إنه الفرس الجبيل سبق يا أخي، ما يسبق إن شاء الله يطقوكم أنتوا فرسكم. ده شنو ده؟ ده موضوع ده. شوف الناس اللي كانوا لياتوا درجة، بعد داخل لما جاء الإسلام شوف بقت الهمم والأهداف والرسالة بتاعت المسلمين شنو؟ بقت رسالة عالية حكموا الدنيا كلها، عرفتها؟ فالغلو يا أخواننا بوصل الناس للدرجة دي. الأخوان المسلمين بدل يمسكوا درب النبي صلى الله عليه وسلم مسكوا درب حسن البنا. بيقولوا شنو؟ حسن البنا دل علمنا في خسنة، وكوز فاهم حاجة ما في. والله لا قريت في خسنة ولا قريت يفتى جدادي يلغط الحبة، ما قريت أي حاجة، بس صط الدين ده كده وفت خرجت، عرفت؟ جو قالوا أي علماني وأي ظلم حكم بغير بما أنزل الله ده كافر طوال كفر أكبر وجاطوا البلد. وأنا بالذات قصدت أكرر المسألة دي، وإن كان الإخوة جزاهم الله خير بينوها، لأنه شايف سامع إنه في الوسائل بتاعت التواصل إنه في فيلم كده بيسيل الدين ودار يطلع عليك الدين يا هو حق التصوف ستموت في العشرين. تقال الموضوع شنو؟ قال دار حارب مشكلة اجتماعية، دار يستغل وجود التصوف في البلد عشان يقول لهم ما دام ياهو الدين انتو خليكم، الدين علاقة راسية بين العبد وربه، لكن نحن خلونا شنو في دنيتنا، الدين دين الباري وفوق الأرض صراع الطبقة، دار برطع براف والله الطبقة دي نحن نخليك تحتها، خليك من فوق لها بالدليل لكن بالحجة. المهم فالمقصود يا أخواننا إنه النازل قالوا النازل عملوا الفيلم ده، قاموا أعلنوا دولة داعش في العراق والسودان. والله أخواننا صحيح، أنا ما أعرف الكلام ده وحار بعدين اتقطعوا الدنال، عرفتها؟ لكن صحيح السودانيين كسلانين، وداعش قامت وعملت مشاكل 10 سنة وقتلوا رئيسها. يا دوب انتوا قايمين، شوف النازل عليك الله، يا دوب داعش بالعراق بالسودان يا دوب دارين يقوموا. يا أخواننا دي ما بلوة، دي انت من زمان قاعد وين هذول؟ عشان تعرف انه ده شغل بتاع اخوان مسلمين قاعدين في البلد، ما قصدهم حتى لو هو تكفيري وبيعتبر انه دينه ده صح مع انه دينه باطل منهج الخوارج ده، حتى لو بيعتبره صح، انت يا دوب قمت، انت كنت نايم وين داعش؟ داعش وكسلان، انت ما قلت القرضاوي ده قال شنو؟ داك ومعه قم غادر، قم غادر مش؟ واسلك درب الابطال، فشنو كده الأم تنادي وبخيطة تعيط، مش قلت كده؟ طيب انت من زمان نايم ليه مدسي تحت الملاية؟ ما تقوم تشتغل. فيا اخواننا ده شغل بتاع لعب، ان احنا دارين نبين النقطة دي عشان تعرف انه الدين لو حصلت مشاكل، وابشرك اصل العواليق الكيزان وغيرهم ما بيسكتوا لك، لكن ده ما الدين يا اخوان. النبي عليه الصلاة والسلام في الحج قال لابن عباس جيب لي جمرات ارمي بين حصى، الحصى ارمي بين جمرات، حديث في سنن ابي داود، عشان اوريك الدين، ما الدين بحارب الغلو والتطرف. قال جاب له حصيات كويس مثل حبه الحمص، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرموا. ما تجيب لك طوبه وتمشي بها المشاعر تقول انا داير ارمي الشيطان، تشيل لك طوبه واحد يجيب معه نبله، لا 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 لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ما تغلو وخليك مع الدين الحق والمنهج الحق، دي نقطة. النقطة الثانية المرجعية في معرفة إنه ده غلو تطرف وما غلو تطرف شنو؟ لأنه العلمانين مما تدي والأدلة من القرآن والسنة ما بيقدر قدام المسلمين، لأنه السودان كله ناس مسلمين وكده، ما بيقدر يقول لهم لا ما دارين الدين، لا ما دارين القرآن، ما بيبقى زي أبو الدقيق، عرفته مدير المناهج أبو الدقيق، ما بيبقى زيه، عرفته؟ بيقوم دار يجيبها كده بحرفنا، يجي يقول لك الشغل ده الموضوع ده ده شغل بتاع غلو وتطرف. الميزان شنو؟ هل الميزان هو أذواق الناس؟ ولا الميزان إنه عشان ترضي الغرب
الكافر تقوم تحاول تطوع له النصوص وتلوي النصوص وتخرج عن سياق. هل ده الميزان؟ الميزان شنو؟ ما هذا الصادق المهدي قرأ في أوكسفورد زي شغلة الرفاعة رافع الطهطاوي وكده. أنا بس معلش بس أقبلوا كلامي ده، عرفت؟ معلش بمرك شوية كده وبجي، لكن أنتوا أقبلوه، عرفت؟ رفاعة رافع الطهطاوي ودو الزول اللي بيصلي بالبعثة المصرية، مش هناك بقى علماني تب جراجع بقى ضد المسلمين وضد الشعائر الإسلامية، كويس؟ الصادق المهدي برضو انتخبوا شالوا مشوا قروا هناك غزوا بالسموم دي، جانا في السودان دار جوطة من زول كان بيقول اللي هو جده رئيس طائفة الأنصار اللي بيسموهم المهدي، وده كذاب سائل مهدي لا حاجة، عرفته؟ كان بيقول شوفت شوفت شوف الغلودة كيف، شوف الغلودة، كان بيقول في مذكرات أبو سليم المهدي الضال الأول جد الصادق المهدي ده جده ذاته، كان بيقول إنه الزول اللي بيضع السفة في الشفة الفوق يؤدب بالجل 30 صوت، واللي بيخدها تحت 27 صوت. احنا طبعا احنا ما بنعرف الشغل ده، لكن الكييفين ورونا ما هو الشنقة، الفرق بين الشنقة والشغل التحدي. المهم دي حاجة، اتخيل انه الزول ده شوف التشدد ده، قال لك الناقة دي لو شحنوا فيها صعود دي تاني اكل لحمة حرام، ده تشدد ولا ما تشدد؟ كويس. الزول اللي كان بيقول بعض الحاجات قد تكون صحيحة، انه الزول لو بيشرب الخمر قام جاره عارفه وما وراه يجلد ده ويجلد جاره ذاته، وكان بيقول انه المرأة اذا رفعت صوتها امام الرجال فانها تؤدب بالجلد 30 صوت. يعني لو جاء شاف الاميرات بتاعت حزب الأمة ديل والواحدة بتقولك انا البحر الكبير ان عبروني وانا الشوك الكتر ان جرجروني وانا الجن هل بيخلي الكوزي نوني، كان بيخليها ذاتها تنوني، لان انا ذاتي ما ممكن اعرس لي واحدة بتنوني، فهمت؟ لانه بتخليني انا ذاتي انوني. المهم انا دار اوريك شوف الزول ده كان بيقول شنو، وشوف وصل لوين، انه يؤيد في اتفاقية السيداو. يا اخي الرجال سودا من باب السغافة المحافظة على انتوا المستغلين وين؟ ناس حزب الجمري للعمار المجلي، الناس اللي بيقول لك السغافة السودانية ونحافظ على، مفروض تحاربوا الجماعة دي ناس سيداو، تحافظوا على السغافة السودانية كسودانية ساكت، مفروض تحافظوا عليها. ما ممكن يا اخواننا نحن سغافتنا ما زيهم ولا اخلاقنا زيهم، قبل الدين ما عندنا بهم علاقة، تجيب لي اتفاقية السيداو، كويس؟ تجي تأيد لي في انه المرأة لا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، انه ده ضر بالمرأة زي ما قال الصادق المهدي، وكلام كثير جدا. فيا اخواننا السبب الخل الصادق المهدي ينحن المنحنى ده الغلو اللي قاو في الطائفة حقته لما قامت. عشان كده اخواننا نحن بنقول الاحزاب ونكرر والجماعات والطرق ما حتزيد السودان الا انها تغطس لتحت، والله ما تقدم لنا حاجة ولا تجيب لنا حاجة جديدة، كويس؟ الكلام بيطول، أنا ما داير يعني أخذ الفرصة بتاعت النقاش في 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 الكلام، وإن كان دي بعض النقاط وفي نقاط لسه تانية كثيرة جدا. أول حاجة أخواننا من عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة المسلمين أنهم يصدقون بكرامات الأولياء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في العقيدة الواسطية. فنحن ما عندنا خلاف مع الصوفية في انه هل في كرامات للاولياء ولا ما في، عندنا خلاف في النقطه دي، نحن بنصدق بكرامات الاولياء وعندنا ادله من القران وادله من السنه وعندنا اجماع العلماء، اجماع العلماء على اثبات الكرامات، والمجال ما بيتسع عشان اسرد لك الادله، لكن خذها كده انه نحن نصدق بكرامات الاولياء، كويس؟ طيب عشان نعرف الفرق بين الكرامه وامور الشياطين والسحره نرجع لتعريف الكرامه، نرجع لتعريف الكرامة. الكرامة العلماء قالوا أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد أوليائه تثبيتا لهم ونصرة لما هم عليه من الحق، ده تعريف الكرامة، أمر خارق للعادة يعني ما معتاد بالنسبة للناس. مثلا الآن لو في ذول جابوا له نار مولعة وقالوا له أدخل هذه النار، المعتاد عند الناس انه اذا خشها يتحرك، صح ولا لا؟ ده المعتاد انه اذا خش النار دي هينحرق وحيموت.
ممكن ولي من أولياء الله الصالحين يدخل النار وما يتحرك ويمرق منها، تكون دي كرامة له، ربنا أكرم بهذه الكرامة. شكذا قالوا أمر خارق للعادة ما معتاد، ليه؟ نصر لهذا الولي وتأييد لما له لما عليه من الحق. يعني في النهاية المسألة بترجع لشنو؟ لاتباع الحق. فالولي ربنا أكرم مش لأنه فلان وفلان، لا، لأنه هو متبع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أمور السحرة والشياطين بتشترك مع تعريف الكرامة في نقطة، ألا وهي إنه دي برضو أمور خارقة للعادة. أمور شنو؟ خارقة للعادة، زي ما الكرامة خارقة للعادة، لكن الفرق إنه هذه الأمور تجري بإذن الله سبحانه وتعالى على أيدي هؤلاء السحرة فتنة لهم أو لأتباعهم. لاحظ الفرق، فتنة لهم أو شنو؟ أو لأتباعهم. أديك مثال، المسيح الدجال، من عقيدتنا نؤمن إنه في رجل اسمه المسيح الدجال حيظهر في آخر الزمان، والأحاديث متواترة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسيح الدجال ده عنده أمور خارقة للعادة، بعدين حيجي بها. ده بيأمر السماء، يقول لا يا سماء أمطري، تمطر طوالي وقتي. يأمر الأرض، يقول لا طلعي كنوزك، طوالي تطلع الكنوز، الذهب والفضة وغيره، وكمان الكنوز تمشي وراه، هو يكون ماشي والكنوز تمشي وراه كيعاسيب النحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي أمور خارقة شنو؟ للعادة. هل ممكن بناء على هذه الأمور الخارقة للعادة نقول هذا الرجل من الأولياء الصالحين؟ أبدا، لأن النبي سماه مسيح دجال. إذا كان هو دجال كيف نقول ولي من الأولياء الصالحين؟ طيب، الضابط النهاية أن نمرق به من المسألة دي كلها، تفرق أنت بين الكرامة وأمور السحر والشياطين. طيب، إذا جاء الآن نفرين اثنين، الاثنين ما شوفوا فوق سلك الكهرباء مثلا، ما شوفوا فوق سلك الكهرباء، والكهرباء لا ضربت ولا أي حاجة، كويس؟ نحن دارين نعرف ياتوا فيهم الكراء اللي ربنا أكرمه، وياتوا فيهم المستعين بالسحر والشياطين، ياتوا فيهم. ترجع لحال الرجلين، ترجع لحاله، شوف إذا كان الإنسان مستقيم في دينه وفي منهجه، رجل على الاستقامة على التوحيد، ما عنده شرك، صلواته في الجامع، معروف بالخير بين الناس، والناس يعرفوا الناس الزيدين، زي ما النبي قال أنتم شهداء، شهداء الله في الأرض، لما أثنوا على الجنازة خيرا، الناس بيعرفوا الناس الزيدين، ذول مشهور بالخير بين الناس. ده إذا جرى على يده أمر خارق للعادة، نقول والله نحسب أن الله أكرمه، وما نجزم وما نزكيه على الله سبحانه وتعالى. أما إذا جاء واحد زي جماعة ديل الحسن ذكرتهم لك، زول زي البرعي مثلا، زول بينشر الكفر وبينشر الباطل وبينشر السفه بين المسلمين، كويس، ويدعو إلى الإشراك بالله وإلى الكفر بالله، كويس، زول زي ده إذا شفنا عنده أمر خارق للعادة قطعا بنقول ما من الكرامات، إنما من أحوال السحرة والشياطين قطعا. ليه؟ بالنظر إلى حال شنو؟ إلى حال الرجل، وأنا أديتك الدليل قبل، أنتم شهداء الله شنو؟ في الأرض. ما ممكن يأخذ زول زي ده، أنا أشوف زول وضعه زي ده بينشر الكفر والباطل بين الناس، ولما نيجي يجيب لنا أمر خارق للعادة أنا طوالي أقعد أقول دي كرامة. لا، ما كرامة. عشان كده نحن بننكر على الصوفية وعلى كتب إنه الكلام اللي في كتب ده كل ما من كرامات الأولياء. نحن مش بننكر إنه الإنسان ممكن يمشي فوق الموية بشبطه، أو ممكن الإنسان يطير، لا، إنما كما قال الشافعي إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير على الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوه، أو حتى تعرضوه على شنو؟ الكتاب والسنة. مسألة كده واضحة والحمد لله.